يتنقل بين بيل وكريستيانو، هم نفسهم بيتعمدوا ان هم يعني بيحاولوا يصدرونا ويصدروا الاسبانيول. الحقيقه خطه الخداع الاستراتيجي بين كريستيانو وبيل، مين يسدد؟ ما تبقاش عارف، ما تبقاش متاكد مين اللي هيسدد، من سيتصدر الكوره. الاهم لدى جمهور الريال مش مين اللي يسدد، الاهم هو ان هم يشاهدوا ويروا هذه الكوره في شباك كيكو كاسيه، في شباك لوس بيريكيتوس، كريستيانو امبيل بيل وكاسيا. لفت الكوره بشكل غريب جدا، تلمس في الحائط البشري وتغير اتجاهها وينقذها كاسيا الى ضربه ركنيه. ادي بيل ولمست في الحائط وغيرت اتجاهها وكادت ان تخدع كيكو كاسيا ويبعدها الى ضربه.